بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا تسليما كبيرا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا ربي من لدنك علما، زدنا يا ربي من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين. آمين. نعم، المرة الفرت أخذنا ما بدأ علم التجويد هكا ولا أخذنا النصف متاعهم، واليوم إن شاء الله نكمل النصف الثاني ونأخذوا الإملاء متاعنا طبعا والآيات اللي باش نقرأهم إن شاء الله من سورة البقرة إن شاء الله بإذن الله ونكمل. نحن وصلنا فيما بدأ علم التجويد أربعة اللي هما شنو مسيدي عودوا لي ترى والفضل، وصلنا الفضل متاعه هكا ولا؟ نعم طبعا، نحن مش نقرأ الأبيات اللي قالهم أحد سادات العلماء، قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف. نعم، شفنا كما قلت المرة الفائتة المبدأ الأول اللي هو حد علم التجويد، وقلنا الحد معناها التعريف هكا ولا، وعرفنا علم التجويد، وبعدين قلنا الموضوع متاع علم التجويد هكا ولا، قلنا الموضوع متاع ولا، وثم ثمرة، وثم خذينا الفضل صح ولا؟ أي نعم. شو آخر حاجة قدمناها سيدي تعاود لي؟ شو قلنا آخر حاجة على الفضل؟ شو قلنا؟ أي نعم. إذا خذينا نعاود باش خاطر معنا جماعة اللي تبعوا باش يعرفوا، خذينا الاسم هكا ولا، وخذينا التعريف اللي هو الحد هكا ولا، والاسم والموضوع صح ولا؟ شنو آخر خذينا؟ الثمرة. وشنو آخر خذينا؟ الفضل. هذوما خمسة هكا ولا؟ أربعة هكا ولا؟ مازال الاسم ها؟ مش مشكل به. نعم. نبدأ في الآخر ساعة، الاسم يعني اسمه، هذا المبدأ الخامس هكا ولا؟ نسيت بس نسوه البيت، نسوه البيت، نسوه نمشوا الاسم. نعم الاسم خمسة، يلا بسم الله سيدي نتوكل الله. ما نقولش الاسم، نقولوا الاسم، الاسم واضح، نقولوا الاسم وإلا الاسم، ركزوا باللغة. أيوة نعم، أي ما نكتبوش كلمة الاسم بالهمزة القطع، هذا خطأ، ركزوا معايا سيدي، صلى الله عليه وسلم قولوا هكذا، راهو نكتب الكلمة هذه بهمزة القطع هذا خطأ، ربي قال بئس الاسم، وهذه نبدأ بها الاسم وإلا الاسم، الاسم وإلا الاسم، مفهوم؟ نعم بالطبيعة. أيوة. لا حتى في اللغة العربية يعني، لا لا قرونا بالصحيح. هاي سيدي بسم الله، الاسم والى الاسم ابتداء. هاي سيدي نقول علم التجويد، اسمه يعني نقطتين، علم التجويد يسمى، والا علم الترتيب، والا فن التلاوه، يسمى علم التجويد، علم الترتيل، فن التلاوة. خليها ذاك الكل خليها. مفهوم؟ عندنا كلمة فن 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 كذا، هاته الكلمة كلمة فن تطلق على العلم. أقبل القدامى ما يقولوش علم التجويد، العلم فن المواريث معناها العلم، لكن لما يحبوا يضيعوا البوصلة ولا الفن المعروف المثل اللي يطلق عليه الفن يعني ربوخ والحكايات وغيره كل شيء. على كل نعم، مفهوم من العلم نقرأ فيه، شي يسمى العلم نقرأ فيه يسمى شنو قلنا؟ أو ويسمى أيضا حق التلاوة، العلم هذا يسمى حق التلاوة أيضا.
عاود يا سيدي شو اخذين هاي؟ اسمه علم التجويد او علم الترتيل او فن التلاوه او خط التلاوه. ممتاز جدا. عاودوني شو اخذينا من الاول؟ المبادئ شو هما الخمسه اللي اخذيناهم؟ الحد والموضوع والقرار والقدر والاسم هكا ولا؟ نعم، توا باش ناخذ ان شاء الله النسبة. نسبته الها على شو ترجع نسبته؟ والا والا فهمتوا؟ كلها تؤدي الى معنى واحد، واضح؟ الان مش نحكوا على النسبه، نسبته اي اي. علم التجويد احد العلوم، علم التجويد احد العلوم الشرعيه المتعلقه بالقران الكريم. احد العلوم الشرعيه المتعلقه بالقران الكريم، وذلك لان الشرع الحنيف، وذلك ان الشرع الحنيف هو الذي اتى باحكامه، وذلك ان الشرع الحنيف هو الذي اتى باحكامه. يعني سكروها. اسمعني مليح سيدي. ايوه، علم التجويد او علم الترتيل او فن الترتيل الى غير ذلك احد العلوم الشرعيه المتعلقه، اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا، المتعلقه بالقران الكريم، وذلك لان الشرع الحنيف هو الذي اتى باحكامه. ركز معي مليح، ركز معي مليح لانه مهم الكلام هذا. ثم سؤال يطلق يقول لك يا اخي شكون قال لي علم التجويد هكا هذا صحيح؟ وشكون قال لي انه الصحابه كانوا يقراوا بالطريقه هذه؟ وشكون قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا بالقراءه هذه؟ كما مره واحد قاعد هكا كيف انتم تقراوا؟ لا يستحي، قال لي وهو ضربته هكا شويه بين قوسين سامحوني يعني العزه نتاع انه مثقف وكذا كل شيء، فتطاول في الجلسه هذيك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي تعطيني رقمه خليني نكلمه كيفاش القرايه نتاعو. اي كلام هذا انا كيفاش نقرا على اللي غيري. اولا ربي سبحانه وتعالى قلت له وقت اللي قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هو من عند ربي ساعه هذا واحد. ثم اثنين برشا ايات لما نقراها ونتفهموها ونقراها عند اهل الاختصاص تبين لنا انه يلزمنا نقراو القران كيما ربي سبحانه وتعالى علمه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لك نسبه علم التجويد منين هذايا؟ صحيح هو علوم حطوها سادتنا العلماء، لكن النسبة نتاعو منين؟ نقولوا نسبة علم التجويد هذا هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث التلفظ به، وذلك أن الشرع الحنيف هو الذي أتى بأحكامه، وتو نشوفوا إن شاء الله في الأحكام نتاعو. مفهومش معناها نسبة علم التجويد نسبته منين؟ نعم، ده. ثم أبابا. الشرع الحنيف يعني؟ الشرع الإسلامي. ديننا. إيه إيه. الحنيفية السمحة المتبعة اللي ربي سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتبعها. أي نعم. يا سيدي. توا مش نمشوا للواضع نتاع علم التجويد، ولهنا يتبين لنا المسائل اللي كنت نحكي فيها. واضع علم التجويد. يا سيدي بسرعة. واضع علم التجويد. اللي باش نقوله لكم تكتبوه كما هم وتفهموه. ما يسالش توا اكتبوا بعد نفسر لكم، لكن هذا الكلام باش تكتبوه مهم جدا. اكتبوا سيدي بسم الله. ان الذي وضع هذا العلم، نحبكم الليله تخرجوا فاهمين المسائل هذه باذن الله وما فيها حق شيء. سهله جدا ان شاء الله. ان الذي وضع هذا العلم من الناحيه العمليه، من الناحيه العمليه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركزوا مليحة، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق تلقيه عن سيدنا جبريل عليه السلام. راهو هذا مهم، هذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يفهمه وأن يتعلمه. واضح؟ أعيد، إن الذي وضع هذا العلم من الناحية العملية هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق تلقيه عن سيدنا جبريل عليه السلام عن رب العزة جل جلاله. عن رب العزة جل جلاله. نعم سيدي. عن طريق تلقيه.
تلقيه عن سيدنا جبريل عليه السلام عن رب العزة جل جلاله. شو زيدوا اكتبوا توا بعد نفسركم. ثم أخذه الصحابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه التابعون عن الصحابة وهكذا إلى أن وصل إلينا مجودا متواترا في كل فترة نقل فيها. وتلقاه التابعون عن الصحابة وهكذا إلى أن وصل إلينا مجودا متواترا في كل فترة نقل فيها. ركزوا معايا سيدي وصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باش ربي ينزل علينا البركة إن شاء الله. به وضع علم التجويد. نحن لما نتكلم عن علم التجويد بربي ركزوا، اللي يبدأ مش فاهم يقول لي مانيش فاهم، أما ركزوا شوية وكهو نقل فيها. ركزوا شوية واللي يبدأ مش فاهم يقول لي مش فاهم. ريتك مش نحكوا على علم التجويد. علم التجويد فيه زوج حاجات، يا إما المنطوق ننطقوه وإلا القواعد اللي نضبط بها كيفية نطق الكلمة. نزيد نفسر بالباهي. أنا لما يجيك واحد تبدأ أنت كما يأخذ ميكرو تروتوار يسألك يقول لك بربي كيفاش وصل لنا القرآن، القرآن كيفاش وصل لنا، كيفاش هو كتاب مقدس، كيفاش نحن نعرفوه؟ نقوله وصل إلينا القرآن بطريقتين اثنتين. ركزوا مليح، وصل لنا القرآن بزوز طرق. أولا النقل الصوتي، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدام سيدنا جبريل، سيدنا جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وسيدنا جبريل يستمع. نفس الطريقة هذيك علم بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والصحابة هما بيدهم علموها للتابعين، والتابعين علموها للتابع التابعين حتى وصل لنا نحن. هذا بالنسبة لشنو قلنا النقل شنو الصوتي. لكن شنو الشرط نتاعو هذا هكا التلقي المشاف النقل الصوتي؟ أن يكون متواترا. وكان تتذكروا في الحصة قبل الماضية كي عرفنا القرآن قلنا المنقول إلينا بالتواتر، كان تتذكر وقلنا التواتر هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار جيلا عن جيل طبقة عن طبقة من أول الإسناد إلى آخره، كان تتذكر المسألة هذه. باهي أيضا وصلنا القرآن بطريقة ثانية هي لا ركز، وهو وصل إلينا مكتوبا لو المنطوق اللي هو النقل الصوتي. أيوة ولكن القرآن وصلنا مكتوبا، كتب الصحابة القرآن أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. ركزوا معي، نحن الآن نتكلم توا واضع علم التجويد من حيث شنو قلنا نحن، من حيث شنو أخذناه توا، من حيث الناحية قلنا العملية إيش معناها نحكوا على شنو، على النقل الصوتي. الناحية العملية يعني يحكوا على تطبيق القواعد نتاع علم التجويد. قبل ما كانش يقولوا النون حكمها الإظهار وهذا كمد متصل وهذه كمخرجها كذا، يقرأوا بالسليقة نتاعهم. سمعوا سيدنا قال إنا أعطيناك الكوثر، فقرأوا إنا أعطيناك الكوثر. ما قالوش علاش وكيفاش وشنية هذه النون فوقها شدة شنو نعملها شنو الحكم نتاعها، لا، وإنما قرأوا عادي هكذا إنا شو يسمى هذاك؟ شو يسمى؟ ناقل شنو قلنا؟ صوتي. النقل الصوتي هذا يحافظ عليه من لدن سيدنا رسول الله إلى أن وصل إلينا، هذيك النطق العملي. ما لواضع علم التجويد في الحقيقة شكون هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. منين أخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا جبريل. سيدنا جبريل منين أخذه؟ عن رب العزة جل جلاله. إذا هنا نحب نسأل حاجة مهمة، هل اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم من عنده في كيفية القراءة أم هو هكذا وصل إليه؟ والدليل على ذلك قوله تعالى في أول سورة النجم لما أقسم ربي سبحانه قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا واحد. اثنين شنو قال؟ علمه شديد القوى.
سيد القوة هو سيدنا جبريل. إيش قال بعدها ربي في سورة القيامة؟ قالوا فإذا قرأناه شو أنت شو أنت أنت شو مطلوب منك يا محمد؟ فاتبع قرآنه. إذن لم يجتهد لا الملك الموكل بالتبليغ متاع القرآن، ولم يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجتهد الصحابة ولا كتاب الوحي، وإنما تلقاه الجيل عن الجيل من فم النبي صلى الله عليه وسلم بالقواعد المتلقات. هذا من الناحية العملية، نحكي على علم التجويد توا، وهذه الناحية العملية زيدوها هكا، زيدوها ملحوظة من لوطة، ويسمى علم الرواية اللي كنا نحكي عليه الناحية العملية، ويسمى شو قلنا؟ علم الرواية. ممتاز. توا مش ناخذ الشق الثاني. أما الذي وضعه، اكتبوا، أما الذي وضعه من الناحية العلمية أو النظرية، أما الذي وضعه من الناحية العلمية أو النظرية، أي وضع قواعده وأصل أصوله. أصوله نعم، وأصل أصوله ووضع أحكامه ومسائله. اكتبوا كما نقول لكم بالضبط، ووضع شو قلنا؟ أحكامه ومسائله. فهذا أمر فيه خلاف، فهذا أمر فيه خلاف. اكتب أي وضع قواعده وأصل أصوله ووضع أحكامه ومسائله، فهذا أمر فيه خلاف. فقيل إن واضعه من هذه الجهة، إن واضعه من هذه الجهة هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقيل ابن أحمد الفراهيدي، وقيل أبو الأسود الدؤلي، نجم نقول الدؤلي وإلا الدئلي، لزو صحاح الفراهيدي، الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وقيل أبو الأسود الدؤلي، الدؤلي، وقيل بل وضعه، وقيل بل وضعه أئمة القراءة، وقيل بل وضعه أئمة القراءة. أيوة، الأصل في تلقي القرآن، الأصل في تلقي القرآن، ركزوا معي، الأصل في تلقي القرآن بالعقل أو بالعقل ناحية اللي أنت تعرف، وبالعقل الأصل في تلقي القرآن هل هو أن تنقله من أهل الاختصاص صوتا، وإلا أن تكتفي بقراءته فقط من الكتابة يعني مكتوبا في المصاحف؟ صوت به. كي توسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وخاصة من الأعاجم، اضطر علماء القراءة أن يضعوا قواعد لتضبط كيفية النطق متاع الكلمات القرآنية. هذه شنو نسموها الناحية شنو؟ العلمية اللي هي أو النظرية. ويكتبوا بربي هذه تحت من نطق، يكتبوا ويسمى علم الدراية، ويسمى علم الدراية. اللي أصل الأصول ووضع الأحكام وهالمسائل هذه قيل الخليل بن أحمد الفراهيدي. تعرف الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم النحو واللغة العربية لغير ذلك، واضح ولا؟ وقيل أنه أبو الأسود الدؤلي كيف كيف هم من علماء اللغة العربية. وقيل وضعه أئمة القراءة لأنه علم التجويد هذا نقرأه في علوم القرآن لكن نحبش نتوسع فيه برشا. يعني قيل أنه أول ما بدأوا يدونوا في علم التجويد في أواخر القرن الثاني للهجرة، وأول من دون في علم التجويد أبو موسى الخاقاني، هذا يتوفى عام 256 للهجرة، وهو أول واحد عمل منظومة رأية فيها يعني تحكي لعلم التجويد. واضح؟ اللي حبيت نقول أهل الاختصاص 256 للهجرة، أهل الاختصاص هما
اللي حسب ما سمعوا القراءة الصوتية وضعوا قواعد فاتفقوا، قالوا إذا كان عندنا نون ساكنة بعد حرف الخاء حكمها الإظهار مثلا، قالوا إذا كان عندي همزة قطع جاءت بعدها حرف مد في كلمة واحدة يسمى مد متصل، وبدأوا يسموا في التسمية هذه حتى ضبطوا النقل الصوتي بالقراءة النظرية بالأحكام النظرية. إذا كان جي أنا نحكي لك نقول لك من وضع علم التجويد، تقول لي راه فيه زوج حاجات، إما من حيث التطبيق شو تسمى هذيك الناحية، شنو تسمى لا شو تسمى ناحية العملية، ناحية العملية هذيك شكون وضعها؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للناحية العلمية باش ولات يعني ينطقوا فيها مد متفصل متصل حكم الهمز كذا وكل شيء، شكونهم هما؟ قلنا على خلاف، لكن الأصل فيه شنو؟ علماء القراءة. نقولوا علماء مش علماء الأمة، قلوا علماء القراءة أهل الاختصاص هم اللي حطوا المسائل هذه، واضح؟ ولذلك نحن علم التجويد، مش نقول كلمة مهمة، علم التجويد علم محدث يضبط الكلمات القرآنية من حيث النطق بها. أظن مفهوم المسألة؟ الحمد لله. كما علم النحو صح جيب بعض، كما علم الطب، كما علم النحو، أي حاجة إلا وعندها هي آية في القرآن، خليني نسيت فجأة أي حاجة ربي توهم مش يجينا بعدين، الذين يتلون الذين يتلون كيفاش سيدي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة. تو نشوف ايش معناها حق التلاوة. ربي قال يوصيكم الله في اولادكم، ذكر مثل عندنا علم المواريث اسمنا مش نجوع علماء المواريث، شنو قال؟ مش نحكوا في الاسره، يجيو علماء الاسره المختصين في العلم هذاك ويبدو قاعدوا في قواعد. منين المصدر اللي خذوه؟ من القران، مفهوم؟ باش انا كي يجي قدامي ولدي بنتي انا قاعد نقري انا قاعد كذا، يلزمني انا نعرف كيفاش الساعه نقنع روحي ونقنع الناس انه علم التجويد هذا في الحقيقه ليس اجتهادا من علماء الامه وانما متلقى من فم النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سيدي شنو خذينا نحن؟ قلنا عاود لي من الاول، خذينا شنو علم التجويد؟ لا لا لا، شنو المبادئ؟ المبدا الاول الحد والموضوع شو يا ثمرة والفضل الاسم هاي الواضع. تو نمشوا مسائل علم التجويد ثمانية، هاي المبدأ الثامن مسائله، مسائل علم التجويد، مسائل علم التجويد نقطتين. يبحث علم التجويد، يبحث علم التجويد في مجموعة من القضايا والقواعد الكلية، يبحث علم التجويد في مجموعة من القضايا والقواعد الكلية. نعم، في مجموعة من القضايا والقواعد الكلية التي يتعرف، اكتبوا بعده، التي يتعرف بها، التي يتعرف بها على جزئيات هذا العلم. بربي راني يعلم ربي سبحانه كيفاش قاعد نحاول نركز باش نبني العرس على اساس صحيح، واضح؟ لازم نفهمه مليح، واضح؟ اعيد، يبحث علم التجويد في مجموعه من القضايا والقواعد الكليه التي يتعرف بها على جزئيات هذا العلم التي وضعها أهل الأداء وعلم القراءة، التي وضعها أهل الأداء وعلماء القراءة مثل أهل الأداء وعلماء القراءة مثل أحكام المد والقصر، أنه للساكنة، التنوين، أحكام الهمز إلى آخره، مثل أحكام المد والقصر، أنه للساكنة والتنوين، أحكام الهمز إلى آخره. أيوة فهمتوا على شو يحكي علم التجويد؟ ما شو قلنا نحن يحكي؟ على شو يحكي علم التجويد؟ شو المسائل بتاع علم التجويد؟ في مجموعة من القضايا والقواعد الكلية اللي قلت لكم القبيلة التي نتعرف من خلال هذه القضايا على جزئيات علم التجويد. سيدي الشيخ يا اخي شبيه الاخر قبيله قرا ولا تعدوا في السبت، والاخر سمعته قرا تعدوا في السبت، علاش الاخر قرا يا ايها النبي انا
والاخر اقرا يا ايها النبي ان، والاخر اقرا النبي ان. الاحكام هذه هي مسائل علم التجويد، لما نقراها نتبين شنو المعاني اللي حاجتنا بها، هالقواعد هذه اللي حاجتنا، هذه كلها تسمى مسائل علم التجويد. يا سيدي نمشوا توا المبدا اللي بعده استمداده. الاستمداد وهذا مهمة، استمداد. استمد أهل العلم، استمد أهل العلم عفوا لا أخي باش نكون ضابط سامحوني، استمد أهل الأداء، خليني نكون في نفس الموضوع، استمد أهل الأداء وعلماء القراءة هذا العلم، استمد أهل الأداء وعلماء القراءة هذا العلم من الكيفية التي أقرأ بها جبريل. اش خصكم كان كان تحفظوهم هذو محفظة، لأن هذه خلاصة الخلاصة. اش خصك التي أقرأ بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد بالك تكتب صاء في عود صلى الله عليه وسلم، رد بالك تكتب صلعم، رد بالك هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم، مش حطي بين قوسين صاد ولا تحط صلى عم، هذا سوء أدب، راه اكتبوها كاملة على الأقل تربح أجر. عاود لي بليش ما قلنا سامحني سيدي. استمداده أي استمد أدائي وعلماء القراءة هذا العلم من الكفية التي أقرأ بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الكيفية ريتوا هذي اللي قاعد نقول فيها تحفظوها حفاظة، تحفظوه على فكرة الجمعة القادمة عندكم اختبار شفهي في الأقرناء، الجمعة القادمة اختبار شفهي في الأقرناء، في الأقرناء هذاك عم بدأ علم التجويد هكا هو كل واحد واحد شو قلت بالله. وهذه الكيفية وصلت إلينا عن طريق الصحابة، وهذه الكيفية وصلت إلينا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم التابعين، ثم أهل الأداء، أي سيدي، ثم أهل شو قلت بلي؟ ثم أهل الأداء والتلاوة. تمشوش ما تمشوش على الجمعة الجاي كأنك حاضر أيوة. المتصل سندهم، أو المتصل عفوا سامحوني باش تبدأ المتصل سندهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي بسم الله أقرأ لي سيدي استمداد وعود. هاي استمد استمد أهل الأداب وعلماء القراءة في هذا العلم من الكيفية التي أقرأ بها جبريل عليه السلام. ركزوا معايا توا، ركزوا معايا، قلنا استمد أهل الأداء وعلماء القراءة هذا العلم من الكيفية، أوزو ستر تحت من الكيفية. شنو هي الكيفية اللي أقرأ بها سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لك مقبلة النقل الصوتي هاك المشافة، هذيك هي الكيفية. خذوا هات واضح ولا اي زيد امشي. اي التي اقرأ بها جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي وقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، اي وهذه الكيفية وصلت الينا عن طريق الصحابة. يعني الصحابة تعلموا من سيدنا، الصحابة بلغوا اللي بعد مش كلهم هما التابعين والتابعين تبع التابعين حتى وصل الينا. خذينا هذا في الحصة الأولى، خذينا هذا حتى وصل إلينا اللي هو التواتر. لكن أركز، أنا قلت كلمة مهمة جدا، قلت ثم أهل التلاوة يعني أهل الأداء والتلاوة، لكن شو قلت بعدها؟ المتصل سندهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سادات العلماء لا ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن وحده. ردوا بالنا، هذه تو مره تكلمت 2017 ولا وقتاش فيديو هكا تعدى ولت الناس كلها كيفاش وضيقته واسعا ويكلم وامام يقول كذا وغيره. يا جماعه الخير، ما هو لما يتكلم واحد مش في اختصاصه ما يعجبوش الجو يبدا ينبر. نحن
اللي وصل لنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن يقرأ عن أهله عن أصحابه. نعرفك أنت تنطق اللغة العربية وما شاء الله عليك، نعرفك يا سيدي أنت أستاذ وتعرف تقرأ وما شاء الله عليك، أما القرآن لا يقرأ من المصاحف هكذا، ينبغي أنك تجلس إلى أحد المتقنين واللي تعرفه هو قرأ على فلان وفلان على فلان حتى يصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له يا سيدي نقرأ. راني مش نحكي عن الحفظ، لا أتحدث عن الحفظ، أتكلم عن القراءة. أنا عمري اليوم في 50 في 40 في 60 في 20 في اللي هو أنا قاعد نتقرب الرب سبحانه وتعالى حتى أتعلم القرآن. صحيح أنت تقرأ في القرآن في رمضان في ختمة كاملة، لكن رد بالك لو تنجم تكون تدخل في ربع قارن القرآن والقرآن إلى عنه وأنت مكش عارف بروحك، لأن القرآن مش نشد مصحف ونبدأ نقرأ وحدي. قد ثم كلمات في القرآن بالرغم من كلها باللغة العربية ينبغي أن تضبط بالنقل الصوتي، ينبغي أن تنقل بالنقل الصوتي. فأنت سيدي الباهي ولا أختي الباهية كتجيبش تقرأ سورة، أنا نحب نقرأ سورة النساء، راني مش نحكي على الحفظ، نحكي قراءة فقط. نمشي سيدي الباهي بربي، أنت نعرفك ما شاء الله ملازم الشيوخ وكذا وتقرأ وقراتك باهية، نحب نقرأ عليك باش كنجي نقرأ في ختمة متاعي يبدأ قلبي مطمئن باهي. فما مسألة أخرى همش نشوها نحن تو في آخر حاجة اللي هي مش خذلنا شوية وقت. إيه أنا قريت على سيدي الشيخ من سورة الملك لسورة الناس ونعرف نقرا القواعد تبارك الله عليا، وعديت التجويد النظري التيوريك علم الدرايه عديت وخذيت 20 على 20 في الكل، لكن انا قريت على سيدي الشيخ ولا ستي الشيخه من سوره الملك لسوره الناس. ايه شو معناها؟ يعني انا النجم نقرا من سوره يونس وسوره هود، نعرف تطبق القواعد وتعرف مخارج الحروف والصفات، لكن هل تلقيت هذه السور كيما تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل ام لا؟ لأنه أخذ القرآن سنة متبعة. برشا يقول لك يا شيخ والله يضيقت واسعا وكذا، لا 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 لم أضيق واسعا. تحب أنت تحل البركة في أمورك وفي قرآنك كيما تعلم سيدنا امشي تعلم، ما فيها بس أنت كيما تأخذ من عند واحد متقن كل نهار ربع ساعة. سيدي راني مش طلب حد شيء، نحب نقرأ عليك باش نعرف على الأقل نقرأ القراءة متاعي كاملة صحيحة ومريقلة. بربي انتبهوا للمسألة، أعيد وأكرر، لست أتكلم عن الحفظ وإنما عن القراءة. ولذلك لما تكلمنا نحن عن الاستمداد استمد أهل الأداء، ما قالش عامة الناس وعامة المسلمين، أهل الأداء أصحاب هذا الفن كما قال لنا شيخنا مرة يتكلم معنا، قال كان أظن سيدي سلم أبو حاجب أظن كان مفتي يعني في تونس، كان يقري في جامع الزيتون وخرج هو والطلبة متاعه إلى السوق، فكان أحد المارة أحد اليهود التوانسة فتلفت له وقال له يا شيخ يا أخي تو كل شيء تقوله مذكور في القرآن مذكور في القرآن، حبي عجزه يا أخي الفطيرة يا أخي مذكورة في القرآن. تلفت له شيخ سالم بو حاجب رحمه الله قال نعم مذكورة في القرآن. قالوا كيفاش ترعتيني الآية؟ قالوا إجاني لهنا هزوا العمك أحمد الفطير، يا عم أحمد بالله الفطيرة هذه كي نحضروها شنو المكونات متاحة وكذا؟ قالوا رو نعملوا كذا ونعملوا كذا ونعملوا كذا نتحصلوا عليها. قالوا مجاوبتنيش؟ لا قالوا جاوبتك. قالوا شنو؟ قالوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن احنا كنقولوا أهل الأداء هم أهل الذكر اللي مختصين في هذه العلوم، فالإنسان لا تأخذه العزة حتى يكون آثما، مفهوم يا جماعة؟ ما لنحنا الكيفية هذه والناس عاطية من وقتها وجهدها وكذا باش تقري القرآن باش نحافظوا على الموروث متاعنا هذايا، باش نحافظوا عليه باش ربي سبحانه وتعالى يبارك لنا في القرآن إن شاء الله. عاود شو أخذينا سيدي؟ أخذينا الحد، زيد قول الحد والموضوع. اي ثمرة فضل نسبة الاسم نسبة اي الواضح المسائل والاستمداد. توا يا سيدي ما نشوفوا اهم شيء في هذا الباب، حكم الشرع فيه. حكم الشرع فيه اي يا سيدي حكم الشرع فيه العاشر. حكم الشرع فيه لا علاش العاشر يا سيدي أيس العاشر أي حكم الشرع فيه أيس يركزوا معايا وهذين اللي هنا مربة الفرس. نعم أي لقد أوجب الشرع الحنيف، ركزوا مع كل كلمة نكتب وبعد نفسر لكم إن شاء الله. لقد أوجب الشرع الحنيف على كل من يريد أن يقرأ القرآن، على كل من يريد أن يقرأ القرآن أن يتلوه، أن يتلوه تلاوة مجودة، أن يتلوه شو قلنا؟ تلاوة
تلاوة مجودة. وجعل ذلك مناط كمال الأجر والثواب. مناط بالطاء. تنفسركم اكل. وجعل ذلك مناط مناط كمال الأجر والثواب على التلاوة. على التلاوة. مازال كلامه. والثواب. نعم. فقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من يقرأ القرآن وهو ماهر به أي بين قوسين هذا يا أي ماهر به أي لا يتلوه تلاوة مجودة. أي تنفسر لكم بإذن الله فقد تكتبوا كهو خير باش نجوا على كل كلمة إن شاء الله. أي يتلوه تلاوة مجودة سكر القوس. ومن يتلوه وهو غير ماهر به. عاطنجي يا سيدي خليني هكاك خليني مركز باش نجي قد ومن يتلوه وهو غير ماهر به بين قوسين أي على غير علم بأحكام القراءة. على غير علم بأحكام شنو قلنا القراءة. فقال صلى الله عليه وسلم حديث بين سيدنا نقطتين. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة شو قلنا سيدي؟ الكرام البررة. باه. والذي يقرأ القرآن الكرام البررة. الله يجعلنا منهم يا رب. والذي يقرأ القرآن أي كل تبع الحديث مزيل. والذي يقرأ القرآن مسيلش تتعب صوابعكم بإذن الله فيها أجر إن شاء الله. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. له شنو قلنا؟ أجران. له وهو عليه شاق عفوا له أجران. نرتح شوية خلينا نفسر الكلام هذا وبعد نزلت عنا شوية كتيبة شوية برح من تهوش عليه. أي أقرأ لي سيدي شنو قلنا. أي لقد أوجب. أقرأ. لقد أوجب الشرع الحنيف على كل من يريد أن يقرأ القرآن أن يتلوه أوجب الشرع الحنيف. كي نقول الشرع الحنيف شو مقصود به؟ النبي صلى الله عليه وسلم مما تلقاه من ربنا. يعني ما فيش اجتهاد. ربي سبحانه وتعالى أمر سيدنا. ما دام أمر سيدنا عليه الصلاة والسلام فنحن مكلفون به. فقال تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس أمر خاص وإنما الأمر له لكنه في حق كل مسلم ومسلمة. قال ورتل القرآن ترتيلا. آياتكم الصح. فقال ينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يتلوه تلاوة مجودة. أي وجعل ذلك مناطا العمل هذا الكل كمال شنو هو؟ الأجر والثواب على التلاوة. يعني أنا كنت أتعلم أنت تو مسيب خدمتك ودارك وجاي تحب تكسر في راسك تحب تتعلم كلام ربي سبحانه وتعالى. عندك أجر السعي وأجر القراءة وأجر التعب وأجر كل شيء. علاش؟ قابل ربي بقراءة صحيحة. واضح ولا إن شاء الله ربي يتقبل منا. أيوة. إيش قلت بعد؟ فقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من يقرأ القرآن وهو ماهر به أي يتلوه تلاوة مجودة. أيوة. ومن يتلوه وهو غير ماهر به أي على غير علم. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم مما وصل إلينا متواترا من خلال حديث
إش قلنا؟ فقال شنو؟ قلت الحديث الذي وصل إلينا متواترا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بين من يقرأ القراءة السليمة والقراءة غير السليمة، فقال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن. لما نتكلم عن الماهر ركزوا معي، ما تركز ليش كان في الحفظ يا سيدي الباهي والقلب يبدأ ما هوش قد، ما تركز ليش في الحفظ والأمور ما هيش موافقة ليقول ربي، ما تركز ليش في الحفظ تبدأ القراءة السليمة وكذا ولكن لما يرحم ربي سبحانه وتعالى أمراض القلوب والحسد والبغي والظلم وإلى غير ذلك. لا ردوا بالنا، لا ردوا بالنا، ولكن لما نتكلم عن المهارة، المهارة لا نكتفي بها من حيث التلفظ وإنما من حيث العلم والعمل بما جاء به القرآن العظيم. لكن خلينا نحن في السياق نحن فيه اللي هو التلفظ. قال اللي يقرأ قراءة صحيحة واللي يعرف ينطق قراءة صحيحة سماها النبي عليه الصلاة والسلام ماهر. لكن شو قال؟ راه مع السفرة الكرام البرة، شكونهم هما؟ الملائكة، مفهوم به. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ركزوا معايا مليح، ركزوا معايا مليح مليح. ثم الجماعة اللي قرأوا كما هكا الحديث على ظاهره، قال لك راه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يمشي يتعلم، قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هكا يقرأ وقاعد يتهجأ عنده أجران. آية باهي، جاني ورجل كبير كما هكا، قلت باهي سيدي نمشي بالرأي نتاعك، لكن بربي فسر ليش معناها له أجران. شو قصد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجران؟ هو قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الأجران تاعو شنو؟ قال لي والله ما نعرف، ريت قلت لك تتبع بالهوى، واللي تبع الهوى نتاعو يمشي فيها راه. ربي قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه واللطف وصرص وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ولذلك يقول علماء الحديث التفسير بتاع الحديث يقول والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه حال تعلمه عن أهل الاختصاص. أنا قاعد نقرأ على أهل الاختصاص وهذاك حد الجهيد، قاعد هني نحسن ونحاول قدر الاستطاعة، هني مرة جبت صحيح مرة غلط وأنا قاعد نتعلم. قالوا عندي أجران، أجران أجران شنو؟ قالك أجر السعي وأجر المشقة اللي قاعد لقيها. ريتو أجر السعي لأن يعني مشيت قاعدش نقرأ وأجر المشقة، مفهوم؟ نعم باب الغالي سيدي. لا يعني يقرأ مش خارج يفك القواعد. تعتع جيت تقول له مثلا، تقول له هاي سيدي أقالي إن أعطينا، يقول إن أعطيناك مثلا، قاعد نحن نسيس فيه. لكن أغزر سيدي الحاج شو ربي ربي ركز شوي، راه يتعتع وهو قاعد يتعلم. نزيدها في التفسير معناها بعد ما كمل الحديث من سيدنا، ما يسالش المهم سكر القوس على كلام سيدنا. لكن والذي يتتعتع فيه حال تعلمه، منين جبت لنا الكلام هذايا؟ قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم. رد بالك تعلم. وثم حديث اخر وتحبوا تزيدوه زيدوه عندكم لانه مهم هذايا، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن كما علمتموه. حديث صحيح، اقرأوا القرآن كما علمتموه. يا مشيخي فاهمين ولا؟ علمتموه. الله يفهمنا ويعلمنا. أمين. هاي نواصل سيدي. طبعا. تقرأ ما تقرأش. ها مش نشوف، ها مش نشوف. شوية بركة. شوية بركة. سفر الكرام البرة لازم يكون عنده المقامية الصوتي به يعني توجينا توجينا شوية صبر اصبر عليك اهو اصبر تو بإذن الله تاخذ كل شيء إن شاء الله. هاي نزيد نواصلوا في الكتابة بعد الكلام هذاك بعد الحديث. لذلك كان علم التجويد شو قلت سامحني لا لذلك كان التعلم زيدوا كلمة تعلم سامحوني غلطت لذلك كان تعلم علم التجويد سامحوني لذلك كان تعلم علم التجويد وأحكام التلاوة ركزوا فرض كفاية هم مش هدو فسر يا سيدي محمد هم مش هدو فسر فرض كفاية نقطتين إذا قام به البعض
سقط الإثم عن الباقين. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. شو ما يصيرش هذه يزيدوها لكم انتوما باش ما تنسوهاش. ريتو اش قلت لكم انا اذا قام به البعض ها لا لا اوصل 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 طلعوا فلاش واكتبوا من خاصه الناس فنرجعوا لها ما يصيرش. اذا قام به البعض من خاصه الناس بربي طلعوها فلاش ما يصيرش تساعدكم ان شاء الله. اذا قام به البعض من خاصه الناس سقط الاثم عن الباقين. باه مش نزيد. اما سقط الاثم عن الباقين اما العمل به اما العمل به في تلاوه كتاب الله في تلاوه كتاب الله فهو فرض عين. اكتب كما نقول لك بالضبط. فهو فرض عين على كل من يريد كيما نقول لكم بالضبط. فهو فرض عين على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن. على كل أحسنت أيوة الله هاي عاود تسيب ريتها الزوسترة والثوسترة هذو ما الناس كتبت عليها مجلدات ما هي مجلدات وإلى يوم القيامة شو قد يكتبوا مجلدات من حكمة ربي وهذا داخل في باب إعجاز القرآن. أقرأ يا سيدي شو أقل لذلك شو قلت لذلك كان ما نسيتنا يا سيدي لطفي زدنا كلمة زدنا كلمة قلت لذلك كان تعلم علم التجويد. ركزوا معايا شو هو علم التجويد نحن قلناها قبيلة شو هو علم التجويد اي شو هو شنو هو شنو هو علم التجويد نحكوا على القواعد النظريه ما وينش تذكروا عاد نحكوا على القواعد النظريه والا تطبيق نتاع القواعد زوج حاجات يعني اما الناحيه العمليه والا الناحيه العلميه ممتاز. لذلك كان تعلم علم التجويد اي قل لي ايوه ركزوا هنا شويه برك باش تفهموا المساله على سؤال سي محمد اي انا امي ما زالت حيه من امراه اميه تعرفش تقرا وتكتب تحفظ 10 سور وكذا اي شو يلزمني انا اللي متعلم يلزم امي ولا بابا والا مماتي والا خالي والا زميلي والا اللي هو ما يعرفش يقرا ركزوا على الكلام ما يعرفش يقرا نحافظ له على كسور هك القصار باش يصلي بهم يلزم ينطقهم النطق الصحيح ماهوش مطالب بهذيك شنو حكمها لكن الفقه شده يا يمي انت شو حكمها ماهيش مطالبه به المطالبه بها ان تقول ان اما السماء تمد اكهو ولا تنجي بالغنة ولا تقلقل هذيك المطالبه به اما من حيث نحن نسكن في دار فضال مثلا الكل دار فضال فيها 100,000 ساكن فيها مليون ساكن دار فضال هذه اللي فيها مليون ساكن يلزم يكون في كل علم من العلوم الذي يستحقه الناس في حياتهم العامه اليوميه ثم ناس مختصه في العلم هذاك والا تاثم الناس الكل نعاود علم التجويد انا تو جيت وجاو مشايخي قالوا لي بلال هاي عندك الاهليه باش تمشي تقري انا بقيت باش نقري تصدرت للتدريس ركزوا تصدرت للتدريس في حقي انا باش نعرف التجويد النظري التجويد اخفاء اظهار وغيره كل شيء والتجويد العملي هو النطق هذاك في حقي انا فرض عين بما اني انا تصدرت يلزم نعرف للزوز الناحيه العمليه والناحيه العلميه ما دامني تصدرت بقيه الناس اللي قاعدين في الحومه وكذا شنو اللي يوجب عليهم حسب رايكم التطبيق اما التعلم والعلم نتاع الكلمات القرانيه ماهوش واجب عليه ما التعلم نتاع احكام علم التجويد حسب رايكم فرض عين على كل مسلم ولا فرض على الكفايه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. أنا نسكن في برتماء عندي حي سكني فيه 5 برتمانات الخمسة برتمانات هذوكم ولا فيهم واحد يعرف يغسل الموتى الكل نأثم ركزوا ولا واحد فيهم يعرف يذبح الكل هتأثم يا سيدي الشيخ راه كذا لا ما هو هذاك فرض عن الكفاية إذا كان يقوم به البعض يسقط الإثم عن الباقين. أما أداء الصلاة
فرض عين. ايش معناه؟ يتعين على كل مسلم ومسلمة أن يؤدي تلك الفريضة ولا اللي هو واضح ولا ما لا؟ تعلم الأحكام النظرية، أعيد، الأحكام النظرية حكمها فرض على الكفاية. أما التجويد العملي اللي هو شنو؟ النطق الصحيح فرض شنو قلنا؟ فرض عين. عودي أقرأ لي باش نفهم الجملة. قول. لذلك كان تعلم علم التجويد وأحكام التلاوة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط من خاصة الناس وعلى الباقين. من خاصة الناس يعني هم أهل الذكر. ممتاز. باك. أما العمل به في إيش معنى العمل به؟ تطبيق. نحكوا هنا على تطبيق براتيك. ها تطبيق كتاب الله فهو فرض عين على كل شنو قلت؟ على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن. شيئا من القرآن. هكذا يجوا سادتنا الفقهاء يتكلموا كلام كبير برشا، مثلا يقول لك من حرف في الفاتحة فصلاته باطلة، واللي حرف في السورة عصى وصحت، لأنه يعني ثم برشا أركان متاع قراءة. تصور أنت واحد يجي يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يغير المعنى مثلا، ولا يتعمد تغيير المعنى المراد من الله سبحانه وتعالى في القرآن. لا، من أراد أن يقرأ شيئا من القرآن ينبغي له أن يطبق قواعد علم التجويد هذه. سهل تقول عليه من غير ما تكسر رأسك. الحديث والأدب والشعر وكذا وغيره هو من هو كلام المخلوق، كلام البشر، أده كما شئت. أما القرآن الكريم هو كلام الله القديم، فينبغي لنا أن نؤديه كما أراد ربنا أن نؤديه. أظن مفهوم المسألة. باهي سيدي الشيخ، وشكون قالك كيما يقول لك هيا أعطيني الدليل؟ جماعة هذوما اللي يحبوا الدليل، مرة جالي واحد نقرأ قال لي ترى أعطيني الدليل، هو مازال كان سكرجي هكا ليامات تو جاني قال لي أعطيني الدليل، ربي يهديه وربي يهدي، لكن هذا سوء أدب. قلت له انا تباب لي انا باش تقول لي هذا الدليل، لازمك تسمع وتسكت الساعه قبل كل شيء. لما تكون من اهل العلم اهلا وسهلا ومرحبا، اما انت ما زلت ما تعرفش الفاعل من المفعول به، ما تعرفش الصفه والنعت والمنعوت وغيره، جاي تطلب على الدليل مولا بس الساعه. وهذا الضرب في القيم وفي الثوابت نتاع ديننا. يا اخي هذاك تلقاه شيخ مكرس حياته وربي يعلم بحاله باش يقرا ويحسن من روحه وكذا وكل شيء، جيت تقول له اعطيني الدليل وانت ما زلت ما باش تصلي. خاطر تنشوف الدليل انا عليه، وشكون قال الدليل اللي باش نقول له كان هو ممكن يركب على الهواء نتاعك ولا ما يركبش على الهواء نتاعك؟ واذا كان انتبه جيدا، لكن لا باس بذلك بما اننا نقرا في هذا العلم. كي يقول لك واحد اعطيني الدليل نحبك تبدا مسلح، تعطيه الدليل نتاعك. مفهوم ان شاء الله؟ ناخذ سيدي الدليل نتاعنا. يلا سيدي. الدليل على وجوبه. سامحوني ساعات ننفعل شويه لكن ما يساش، خاطر برشا يتابعوا فينا وكذا باش يتعلموا، خاطر يزولوا يتعلموا الادب مع مشايخنا. مش يعني جلل لشخص مهومة، لا، لما يحملوه من علم، مش على حاجة. واضح؟ نعم سيدي. الدليل على وجوبه. على وجوبه، نحكوا على التجويد. هاكد سيدي، أنا أختين يرحمكم الله. الدليل على وجوب، أي نحكي نفسر تو. الدليل على وجوب العلم بأحكام التجويد. الدليل على وجوب العلم بأحكام التجويد، ركزوا، قد جاء في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وإجماع الأمة، والله هذوما الذين يتطاولون على الدليل وكذا، ما تقولوش معناها الإجماع عند المالكية، والله ما نجم يجاوبك. المقصود الاجماع عند الشافعيه، ما نجمش نجاوب، تجي تقول لي هات الدليل، شو اللعب هذايا؟ ترى امشي للفارماسيان وقول له بربي اعطيني الدليل نتاع الدواء هذايا. ريت كيفاش نتجرؤوا من غير ما نشعر على روحنا، لانه الدين ديما نحبوا نحطوه نشلكوه عجله خامسه. لا سيدي. ولذلك ثم حاجه سيدي طه نحب نقولها مهمه جدا. مهمه جدا. هذه للاسف حسب ما راه من بقعتي انه ثم ناس لا يخافون الله. يجيني سي عيسى مثلا، سميت اسم هكذا. يقول لي سيدي الشيخ بربي شنو رايك في الحكم نتاع المساله هذيك؟ ركز معايا، نجاوبه انا. يمشي سي حموده، يا سي حموده يعرف من الاختصاص، بربي شنو الحكم هذاك؟ نفس المساله راهو، يزيد يساله. ويمشي يسال واحد اخر. نعطيكم مثال، كما يقول لي سيدي الشيخ بربي شنو رايك في الربا؟ الربا بنص القران والسنه يعني حرام. يمشي يسال في فلان وفلتان وعلان وكل شيء باش يلقاش هكا واحد على الاقل مسكين ضايع ولا تاعب ولا كذا. طاف يقول لك هاوكا فلان هو اللي قال انا خطيني. هذه خباثه، هذه الواحد يرد باله، الانسان يرد باله. ولذلك حتى ريت كيف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال للصحابي استفتي قلبك ولو افتوك، بالرغم حتى تلقى ثم سهوله في الاجابه، ينبغي ان تخاف ربي سبحانه وتعالى، ما هو اللي يحبها ربي. مش تجي تاخذ بالمساله هذيك. ولذلك نحن ننتبه جيدا.
فالإنسان لابد أن يتورع في هذه المسائل. الله يستر حالكم، وهذه مهم جدا. بل نحن قد إيش عندنا من دليل تول هنا اللي هم الكتاب، إيش مقصود به؟ القرآن. وشو آخر؟ السنة اللي نزلت على سيدنا صلى الله عليه وسلم. وشو آخر؟ هاي يا سيدي، نبدأ بالدليل الأول. أي مسائل شرعوا اليوم نكبش معكم شوي، لكن الباهي كله خير إن شاء الله. ناخذ الدليل من الكتاب. الدليل من الكتاب، أين حون التليفون سيدي يستر حالك، نقص اللوحة. الدليل من الكتاب قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. رتل هذا فعل شنو سيدي؟ أيوة، حط نقطة بعد كلمة ترتيلا واكتب الأمر هنا للوجوب. الأمر هنا لشنو سيدي؟ الوجوب. وشكون قال يا سيدي الشيخ يا أخي فعل الأمر راهو فيه الوجوب وفيه الاستعباب؟ فعل الأمر في اللغة العربية عنده زوج دلائل، يا إما يدل على الوجوب وإلا يدل على الاستحباب. وشكون قال هذايا؟ علاش أنت قلت لنا الأمر هنا يدل على الوجوب؟ زيد اكتب هذايا وخليها واحفظها، علاش قلت لك تحفظوه به؟ حيث لم يرد، حيث لم يرد ما يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. أي نعم، حيث لم يرد ما يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب أو الندب أو الإباحة. لم يرد ما يصرف إلى الوجوب إلى الاستحباب، عفوا، حيث ما قلت لي، حيث لم يرد ما يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب أو الندب أو الإباحة. مش أعطيكم مثال أو الندب هكذا الندب. لم يرد في القرآن أو في السنة. لم يرد وين؟ نحن تعرف شو نحن؟ نحكي على القرآن توه. ركزوا معي. لا أردوا بالكم. أي الندب بالباء. الندب أو الإباحة. ركزوا معي منيح. أعطيكم مثال سهل لكم أنتم، سهل على الأخير. قال الله تعالى في آخر سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا فعل أمر هكا ولا حسب رأيكم فعل أمر يدل على الوجوب والاستحباب؟ علاش قلتوا الوجوب؟ علاش؟ لا مش خاطر أمر، علمنا أن يوم الجمعة الصلاة شنية فرض، هكا فعل أمر يدل على الفرض به. بعدها بآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا فعل أمر يدل على شنو حسب رأيكم؟ الاستحباب. تحب تمشي تحب، المهم دبر راسك تصرف. فنحن نفهم شنو أنه فعل أمر إما أن يدل على الوجوب أو يدل على شنو؟ على الاستحباب. ربي قال ورتل القرآن ترتيلا، ما دام ربي أمر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورتل، ماهوش خاص به هو وإنما خاص بشنو؟ بالأمة. نعطيكم مثال يا أيها المزمل، أو في نفس السورة قم الليل، قم فعل أمر، قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فريضة وفي حق غيره سنة. ركزوا باش نزلوا نعرفوا، عندنا حاجات لازم نفهموها. نحن كي نقول لك شنو الدليل من القرآن تقول لي قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، رتل هذاك جاء على يدل على شنو؟ فعل أمر يدل على الوجوب، ولا صارف يصرفه إلى الإباحة أو الاستحباب. باي ناخذ الدليل الثاني بابا. شنو شنو يقول له؟ هاي سيدي حمود جاوب ترى، قال لك ترتيل شنو؟ ربي قال ورتل القرآن ترتيلا. لا مش المعنى، مش المعنى هو معروف التحسين والتطبيق هذا. أحسن يا مشهد كلامك صحيح، مش معنى. ايوه شنو هي سيدي؟ مصدر. يعني يا ايها الانسان شو بالغ في ترتيلك القران. الاصل يقول ورد القران والسلام عليكم نقطه على الستر، لكن ترتيلا. يا فلتان غدا نتقابل ان شاء الله. الأصل نحن غدا مش نتقابل، نحكي لك تو صباحا حاسبيه الصباح مش نزيد نأكد لي. واضح يا سيدي الغالي؟ أيوة. تو نمشوا الدليل من السنة المطهرة. هاي الدليل من السنة المطهرة.
اللهم صل على سيدنا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء لشيء أي ما أذن الله لشيء كيفاش الحديث يا ربي لما سمع سيدنا محمد ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي ما أذن لنبي حسن الصوت نعم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت ما أذن لنبي حسن الصوت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي الشيخ ما أذن الله لنبي عودوا كيفاش حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به يا سيدي بربي باش نكون أمين ورتل القرآن ترتيلا ترتيلا مفعول مطلق مفعول مطلق مش مصدر مفعول مطلق وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخيه حسن الصوت صوته نعم يتغنى بالقرآن يجهر به يا شيخ ليش مصدره مفعول مطلق ثم حديثية برشا راهو أدلة من السنة كما قال القرآن كما علمتموه كما قلتم قبيلة برشا أدلة حتى مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بحث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة جاءها مرة سيدنا يعلى ابن مملك وسألها قالها كيفاش كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سألها قالها كيفاش كانت قراءته قالت له كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا واضح مش معنى حرف حرف يعني كل حرف بين وحده واضح هذا الدليل من السنة هاي سيدي ثم حديث آخر وهذا ديما نذكره نحن في علم القرآن نسيناش حتى فقط بالمعنى وكاو باش تذكروه وكاو مرة سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقرأ في رجل يقرأ رجلا وهذا الرجل قرأ عليه هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقرأ عليه بالطريقة هذه مرسلة يقرأها سيدنا عبد الله بن مسعود قال ما أقرأنيها هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن قال سيدنا عبد الله بن مسعود أقرأنيها هكذا إنما الصدقات للفقراء ومد صوته يعني اللي قال فيه كيفاش قراها للفقراء لا قالوا ما قرأنيش هكذا كيفاش قريتها قالوا للفقراء مد الصوت بها فهذا دليل على شنو دليل على وجوب تعلم التجويد هوك من السنة هوك ذكرناه مفهوم نعم نمر إلى دليل الإجماع هاي سيدي دليل الإجماع أعملوا هكذا الإجماع نقطتين انظر اكتبوا هكذا اكتبوا المسؤول انظر إلى تعريف استمداد علم التجويد اكتب كما هكذا إلى تعريف استمداد علم التجويد ها؟ ترى امشوا الاستمداد شو قلنا في الاستمداد ترى؟ استمد شو قلنا؟ هاي؟ هاي؟ واحد هاي؟ وقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام ما لكن جو نحكوا على الإجماع شو الإجماع ما اتفق عليه العلماء سلفا وخلفا من الكيفية التي وصل بها القرآن إلينا كيف قلت لكم ترى الاستمداد فهمتوا الإجماع شنو هو منين لي راه العلماء الأمة سلفا وخلفا قالوا هالقرآن الأخذ متاعه هذايا كيما استمدوه الكيفية هذيك باش نبقوا محافظين عليها ما دام الكيفية هذيك يعني يزلنا الحظ عليها أغزر
ولم يشذ احد من الاجماع، ما ثم حتى احد من العلماء قال لا يجوز الكلام هذين. ولذلك نحن عندنا مساله مهمه، ولذلك لا يجوز لاي قارئ ان يقرا القران بغير تجويد حتى لا يشمله الوعيد الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربي سبحانه في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. واضح ولا به؟ وأختم هذا الباب بما قاله ابن الجزري. أي اكتبوا. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: مبينا من الله تعالى. شو قلت؟ هذا الواجب الشرعي. عاودك سيدي. يقول ابن الجزري شو قلت؟ أي؟ مبينا هذا الواجب الشرعي الذي يأثم الإنسان بتركه. اكتب. الذي يأثم الإنسان بتركه. هاي شو أبيات شعرية. صدر عجز، صدر عجز. ها هاي: والأخذ بالتجويد حتم لازم. يلا هكذا ونخرب نكمل سيدي أنيس، ما تتعبش سيرش كله خير. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم. شو قال رب؟ آثار. واضح. هاي ايش قال؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم. اكتبوا هذا الصدر: والأخذ بالتجويد حتم لازم. اي من لم يصحح القرآن آثم. هذا العجوز اكتبوه كما نقول لكم: من لم يصحح القرآن آثم. اللهم صل وسلم. يصحح القرآن آثم. اعيد: قرآن. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا. لأنه به الإله أنزلا بعد العجز: وهكذا منه إلينا وصلا. اكتب: وهكذا منه إلينا وصلا. وهكذا شو قلت؟ منه إلينا. زيد البيت الثاني. هي كلها يجوز للشعراء ما بتعرف. الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة. هذا البيت الثالث هكا: وهو أيضا حلية التلاوة. حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. لا تفضل. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. عود لي بربي. نزيدوا زيد. وهو هذا البيت البعد: وهو إعطاء الحروف حقها. وهو إعطاء الحروف حقها. وهو إعطاء الحروف حقها. وهو إعطاء الحروف حق من كل صفة ومستحقها. من كل صفة ومستحقها. من كل صفة ومستحقها. عاود لي. وهو إعطاء الحروف وحقها من كل صفة ومستحقها. هاي البيت اللي بعد: ورد كل واحد لأصله. ورد كل واحد لأصله.
واللفظ في نظيره كمثله. واللفظ في نظيره كمثله. واللا باللام. واللفظ في نظيره كمثله. البيت اللي بعده. البيت اللي بعده. مكملا من غير ما تعسف. مكملا من غير ما تعسف. باللطف، هذا العجز، باللطف في النطق بلا تعسف. أعيد. مكملا من غير ما تكلف. عاد. مكملا من غير ما تكلف. باللطف في النطق بلا تعسف. آخر بيت ونكمل ونقول صدق الله العظيم. باللطف في النطق بلا تعسف. تكلف. مكملا من غير ما تكلف. باللطف في النطق بلا تعسف. آخر بيت. وليس بين تكلف. أنا غلطت. مكملا من غير ما تكلف. أنا غلطت قبيلة، سامحوني. بلا تعسف. أي سامحوني، أنا غلطت. أعيد. مكملا من غير ما تكلف. باللطف. لاحظ، نستناه. باللطف بلا تعسف. مكملا من غير ما تكلف. باللطف في النطق بلا تعسف. آخر بيت. وليس بينه وبين تركه. وليس بينه وبين تركه العجز إلا رياضة امرئ بفكه. إلا شنو سيدي؟ إلا رياضة امرئ بفكه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هاي مش نعاودهم الأبيات، وركزوا كان ثم حاجة خاطر مش نحفظوهم توا هذوما. هاي مش نعاود من الأول. ركزوا. هاي ركزوا سيدي. والأخذ بالتجويد حتم. لا 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 خلينا نقرأ، خلينا نقرأ ونتبعوا. ما تخرجوش معايا. والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يصحح القرآن آثم. مش القرآن، القرآن كما نقول لكم أقرأوها. من لم يصحح القرآن آثم. لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. مكملا من غير ما تكلف. باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والله أعلم. ريتوا الأبيات هذوما يلخصوا لقينا هذاك الكل تاع حصة اليوم. معناها ملخص الحكاية. إيه. لازم نقول عندي إذن ربك. يا رحم بيا. هذاك الملخص كيف أنا قلت ملخص تاع الحكاية. كيما اللغة العربية مش تقرأ لها بل ولا إلى المدرسة رفع لأنه فعل. لازم نقرأ قراءة صحيحة ترفع. مش لازم العلم أنك تعرف هذاك مبتدا ولا فاعل مفعول به هذاك حاجة أخرى. علاش؟ لانه علم التجويد الناخر فيه يعنى بالنطق الصحيح نتاع الكلمه القرانيه المتلقات من فم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب منا نحن. يعني ما نبداوش نشد واحد نقرا الف لام ميم نشرح لك صدرك. قال الم نشرح لك صدرك؟ اقراها والله اقراها. شو اسمه الف لام ميم نشرح لك صدرك. مره جاني واحد ونختم الدرس نتاعنا، جاني واحد قال لي سيدي راني انا حافظ القران وحدي ما شاء الله. قال لي والله المنطقه نتاعنا فيها مسجد وتعرف كل مره يجي يصلي بينا واحد. قديم الحكايه هذه 2009 ظهر لي هكا. قال لي بربي انا نقر عليك هكا وتختبرني واعطيني شهاده باش خاطر طالبينها عليا في الملف. باهي قلت ايا بسم الله نبدا نقراو شويه نعطي فيها اسئله. والله والله عاد من ضمن الاسئله اول سوره مريم. والله قلت له اقرا بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف اول سوره مريم كاف ها يا عين صاد. قال لي بسم الله الرحمن الرحيم كو هاي عص سو يعني هذا باش يكون إيمان واضح.
هو بيدو اقرا سيدي تراه سوره النازعات ولا سوره المرسلات تذكر سيدي ويقرا تعرفوا كل خدمته معينه يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم ها والنازعات غرقا ها والناشطات نشطا ها والسابحه تصور يقول لك انا حاضر علاش خاطر قرا واحد خاطر قرا واحد وهذا اللي يليق بكلام الله سبحانه وتعالى واضح اي سيدي نعطيكم الابيات فقط مش نعاودوهم باش تنضبطوهم ان شاء الله ما نطولش عليكم انا نقول وانتم عاودوا بسم الله والأخذ بالتجويد حتم والأخذ بالتجويد حتم لازم تفضل والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم 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 والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهكذا منه إلينا وصل لأنه به الإله أنزل 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 وهكذا منه إلينا وصل والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة 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 وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة
والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه وصلى. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، من كل صفة ومستحقها. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. 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 ورد كل واحد لأصله، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله، ورد كل واحد لأصله، 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 واللفظ في نظيره كمثله. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف.
البحث به وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة بفكه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ 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 وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه والأخذ بالتسليم حكم لازم من لم يصحح القرآن لازم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلى التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في اللطف بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آدم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا تلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد بأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة بفتحه الله يفتح عليكم فتحا مبينا عيبه إذا إيه ذي يعني كي تحفظوه ما شاء الله تولي جنك لأن دوك سيد الشيخ ربي يفتح عليكم إن شاء الله هاي باهي لنا نخلو حد لنا هكا خاطر الجمعة الجاية مش نقراو درس نظم مش نقراو تلاوة إن شاء الله من علي المرة الجاية تنعطيكم إن شاء الله الإملاء من سورة البقرة وإن شاء الله من سورة القصص ناخذ حد لهذا الحد ونصلي ونسلم على سيدنا ونقول اللهم ارحمنا بالقرآن أمين. اللهم أكرمنا بالقرآن أمين. اللهم لا تهنا بالقرآن أمين. اللهم ارفع شأننا بالقرآن أمين. اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن أمين. اللهم طيب أرزاقنا بالقرآن أمين. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وانتشارنا من بعده انتشارا سالما معصوما أمين. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ذرياتنا واصدقائنا جيران ولا جيراننا شقيا ولا محروما أمين. يا رب لا تحرمنا نعمة القرآن بمعاصينا يا أرحم الراحمين أمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا أمين. وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا أمين. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم بدلا وختاما على سيدنا وحبنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صل يا ربي وسلم عليه دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه متنزه عن قول وفعل ونيات به أشفي من كل داء حياتي فيا رب متعني لسر حروفه ولا
قلبي وسمعي ومقلاتي، وهبني به فتحا وعلما وحكمة، وآنس به يا ربي في القبر وحشاتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. فجد وتقبل سيدي بتفضل، وعم جميع الحاضرين بالرحمة، وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الخير، وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة، محمد المختار خير البرية، عليه صلاة الله لا يدنو قائل، صلاة وتسليما وأزكى تحية، كلام قديم لا يقل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيتي، به أشتفي من كل داء ونوره، دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي، وهب لي به فتحا وعلما وحكمة، وآنس به يا ربي في القبر وحشاتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. فجد وتقبل سيدي بتفضل، وعم جميع الحاضرين بالرحمة، وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الخير، وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة، محمد المختار خير البرية، عليه صلاة الله ما يبدو صلاة وتسليما وأزكى تحياتي، كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل منيتي، به أشفي من كل داء مغروره، دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي، وهب لي به فتحا وعلما وحكمة، وآنس به يا ربي في القبر وحشاتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. فجد وتقبل سيدي بتفضل، وعم جميع الحاضرين بالرحمة، وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الخير، وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة، محمد المختار خير البرية، عليه صلاة الله ما يتلو قائل، صلاة وتسليما وأزكى تحياتي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يفتح عليك. ما يا سيدي، بارك الله فيك.